جديد. حدث ولادة الحكومة احتل مساحات كبيرة في نشرات الأخبار. شاشات المعارضة قرأت الحدث من زاوية واحدة ولو بأساليب مختلفة، فيما جاء الحدث على شاشات الموالاة أو المحسوبة عليها متناقضاً، فكانت لكل منها قراءتها وتحليلها الخاص. المستقبل جيرة التشكيلة لصالح الحرير السنيورة وجيرة النصر أيضاً لمسيحيي الموالاة، وفيما ذكرت اسم إبراهيم شمس الدين لأكثر من 3 مرات في مقدمة نشرتها، قرأت تشكيل الحكومة من زاوية التمهيد للحوار المقبل حول سلاح المقاومة. أما المنار فكانت لها قراءة معاكسة تماماً لكل النقاط التي عرضتها المستقبل. تمنى سعد الحريري فاستجاب فؤاد السنيورة فولدت حكومة لأجل لبنان، فإن ولادتها اليوم ستمكن الرئيس ميشيل سليمان من رعاية جولة جديدة من الحوار الوطني بين مختلف الفرقاء حول القضايا الوطنية الرئيسية التي ما زالت تشكل نقاط خلاف بينهم، وفي مقدمها موضوع سلاح المقاومة، بخلاف ما كان شائعا من أن التيار الوطني الحر حصد حصة الأسد المسيحية، فقد جاء التمثيل المسيحي للأكثرية قويا معطوفا على قوة الشخصيات المستقلة التي تناول تيار المستقبل لها، وخصوصا إبراهيم محمد مهدي شمس الدين. مبروك للبنانيين. كانت تحتاج إلى 5 أو 6 أيام، فاستغرقت 45 يوما. جرس الإنذار الذي قرعه كل من الرئيس نبيه بري والرئيس العماد ميشيل سليمان ففعل فعله، وبدأ أن الخيارات ضاقت أمام المعرقلين، فسلم بعضهم أمره لأولي الأمر والتزم آخرون الصمت، وخرج غيرهم من رفع الصوت احتجاجا على التضحية به مرة أخرى. وفي ذلك تداعيات ستكون الأيام المقبلة كفيلة بتظهيرها. وإذا كانت أبرز مهام حكومة الوحدة الانطلاق بحسن نوايا لتنفيذ ما تبقى من اتفاق الدوحة، أي إقرار قانون الانتخابات النيابية الذي سيعيد تشكيل المشهد السياسي اللبناني، فإن أسرع المهمات تلك التي تتعلق بلقمة عيش اللبنانيين. وفيما كانت للـ LBC تقرأ الخارطة السياسية التي أنتجتها الحكومة مع كل مفاجآتها السلبية والإيجابية، كانت الـ OTV تقرأ الحقائب من خلال الأسماء وتسأل عما ستحققه الحكومة بتركيبتها الحالية. ولدت حكومة الوحدة الوطنية التي طالبت بها المعارضة الوطنية منذ الأول من كانون الأول سنة 2006. قد تكون مصادفات أسمائها وحقائبها أفضل سبيل للتوصيف. إنها حكومة دفاعها مر وداخليتها بارود، صحتها خليفة وطاقتها من آل طابور، تربيتها بهية وثقافتها سلام، عدلها نجار وماليتها شطح، بيئتها كرم ولمهجريها عودة. هل تصح تلك المصادفات في التطبيق والتنفيذ؟ وهل تكون فعلا حكومة المصالحة التي تجمع الكتائبي والقومي، التيار والقوات، وأبناء شيعة الأستاذ والسيد إلى ابن الإمام الراحل في السياسة عنهما؟ في قراءة أولية للخارطة السياسية للحكومة ماذا يتبين؟ نجح رئيس الجمهورية في تثبيت وزير الدفاع في منصبه رغم كل حملات الاستبعاد ومحاولات وضع الفيتو عليه. نجح رئيس الحكومة في ترفيع مستشاره محمد شطح إلى رتبة وزير في الحقيبة الأحب على قلب السنيورة والتي كانت جسر عبور إلى رئاسة الحكومة، وفي تثبيت وزير خارجيته بالوكالة في أحلك الظروف طارق متري ولو في حقيبة الإعلام وليس الثقافة. نجح رئيس مجلس النواب في تثبيت وزيري الصحة والخارجية، وإن كان هذا النجاح نغصه توزير نجل الراحل الإمام محمد مهدي شمس الدين. نجح مسيحيو 14 أذار في موازنة حصة العماد ميشيل عون، لكن هذه الموازنة لم تمر من دون تصدعات عبر عنها المرشح الدائم للنيابة والوزارة الدكتور غطاس خوري. مع هذه النجاحات لابد من تسجيل مفاجآت مدوية، أبرزها خروج الوزراء مروان حميدي، ميشيل فرعون، ونيلة معوض، ودخول المدوي لنسيب لحود وإبراهيم شمس الدين وعلي قنصو.
الأنبيان التي قرأت بالأرقام التشكيلة الوزارية لم تخفي انتقادها للموالاة حول العدل، ولم تأتي على ذكر موضوع إبراهيم شمس الدين التي كانت المستقبل تستخدمه بين الكلمة والأخرى. أما الجديد الذي قرأ أيضاً التشكيلة من باب الخاسر والرابح جير الولادة لسليمان بري. قبل سفر رئيس الجمهورية إلى باريس وبعد الموقف الحاسم لرئيس مجلس النواب في حديثه لصحيفة القبس أمس، ولدت نهار اليوم حكومة الوحدة الوطنية، وقد اقتضت ولادتها الكثير من الجدل والأخذ والرد داخل فريق الموالاة، انتهى إلى التضحية بشخصيات أبرزها الوزير ميشيل فرعون والنائب السابق غطاس خوري، وتسويات أوصلت النائب السابق نسيب لحود عن قرنة شهوان، وأسند رئيس السنيورة المالية إلى مستشاره محمد شطح، بينما دخل علي قنصو الوزارة من دون حقيبة. أما المفارقة الأبرز في سياق التسويات داخل فريق الموالاة للاسترضاء فكانت التفريط بالعدل عبر إسناد وزارة العدل للقوات اللبنانية. حكومة تصلح لآخر العهد وليس بالإمكان أفضل مما كان، ولأن اتفاق الدوحة لم يشمل بعطفه الرئيس فؤاد السنيورة، فقد أقدم رئيس الحكومة على قدم 3 وزراء من التشكيلة، فيتزعم جبهة سياسية توازي حصة الرئيس. ورست التوزيعة على المشهد التالي: عون دخلها متينا ب4 خدماتية ونائب رئيس، والمعارضة بمختلف أطيافها زرعت في الحكومة ثلثا معطلا وعليا من رتبة قومي. جنبلاط بنوابه 17 لم يحجز سوى مقعدين للزفت، والدولة مع بعض جوائز الترضية في توزير أصدقاء. لم يرقى زعيم التقدمي إلى مصاف القوات التي سترفع من اليوم فصاعدا شعار يحيى العدل ويحيى سعد الحريري. طلال أرسلان حصل على تعويض حرب الجبل التي أطفأها في أول نارها وجنب البيك معارك مع الشمولية. نسيب لحود الذي تلقى خبر توزيره وهو خارج البلد مثل كل الزعلانين الموال، ودخل الحكومة للمرة الأولى بعد أن كاد يصل إلى عتبات قصر بعبدة. أما تلفزيون لبنان فنقل الخبر عن الوكالة الوطنية للإعلام: حكومة الوحدة الوطنية شكلت وأعلنت، والصورة التذكارية لها تلتقط أوائل الأسبوع المقبل بعد عودة رئيس العماد ميشيل سليمان من باريس التي يتوجه إليها غدا للمشاركة في المؤتمر الأورو متوسطي. ولادة الحكومة تمت بعد الظهر في القصر الجمهوري بعد معالجة النائب سعد الحريري لعقدة توزير الوزير السابق علي قنصو. وكما كان حدث تشكيل الحكومة طاغياً على مقدمات نشرات الأخبار، كان بطبيعة الحال مدرجاً في التقارير الأولى للنشرات. نترككم في أمان الله. لا، الخبر ليست وجهة نظر، الخبر وقائع، وعلى من ينقل الخبر أن يكون دقيقا في نقل الوقائع، والمستمع هو الذي يقرر وجهة نظره من الخبر بعد ذلك. السنيورة الحكومة اللبنانية 100%. الحكومة اللبنانية 100%، نعم، لأن مكوناتها الوزراء كلهم يحملون الجنسية اللبنانية، ولكن أنا صريح كالعادة أعتبر أن هي نتيجة معادلة ضغوطات عربية ودولية أولاً، وضغوطات لبنانية أدت إلى الوصول إلى اتفاق الدوحة. فإذا هي من حيث مكوناتها العددية والثلث الضامن وغير الضامن هي نتيجة كل هذه الضغوط المحلية والخارجية. 2، أكيد أثناء الصراعات والواسطات سمعنا وقرأنا في الصحف أن الوزير الذي لن يوزر قد اتصل بالسفارات يطلب دعمها، وأن السفير السعودي وصل في آخر 24 ساعة لكي يؤكد على ضرورة إنشاء الحكومة، وهكذا كان. والذي علم بمقدمه وهو كان قد أعلن أنه لن يأتي إلا عندما تعلن الحكومة، فهو تقدم عن الإعلام ب24 ساعة ولكن أعطى هذا التوجيه. فإذا التدخلات الخارجية بصماتها واضحة مع الأسف، وعلينا أن نتعامل مع هذا الواقع اللبناني التاريخي منذ الاستقلال حتى اليوم،
بين صراع فرنسي وإنجليزي وصراع أمريكي وعربي وصراعات إقليمية وصراعات دولية والتجاذبات اللبنانية التي تحصل بناء عليه. هل هناك منتصر أو خاسر؟ المنتصر الأول كما هو الجواب الكلاسيكي هو لبنان، وهذا صحيح. لبنان عندما يكون لديه حكومة، صراعات القوى السياسية داخل الحكومة لا تكون في الشارع، هذا أفضل. وهذا ما كانت تطرحه المعارضة خلال أشهر طويلة عندما كانت تطالب بالمشاركة الحقيقية. مع الأسف البعض لا يفهم بالحوار، قد يفهم بالضرب على الرؤوس، عندها يستيقظ فيقبل بالمعادلة. هذا للأسف هكذا هو الواقع كان في لبنان. فإذا هناك قوة أولا بالثلث الضامن ربحانة ولا شك في ذلك، وهناك قوة استطاعت أن تأخذ بهذه الضمانة أن القرار اللبناني لا يمكن تجيره لا لصالح قوى إقليمية ولا لصالح قوى دولية، كانت تعلن أنها من لبنان تريد أن تخلق شرق أوسط جديد، فلم تخلق شيئا وجاءت كل نتائجها مسخ في مسخ وصفر بصفر. وبالتالي نعم هناك منتصر، هي قوى المعارضة وعلى رأسها قوى المقاومة. جعجع ردا على بري، الآن بدأ الأمل بتحقيق العدل. العدل يحقق ليس عن طريق وزير العدل، مر على لبنان عدة وزراء للعدل والعدل كان يتجذب ليس عن طريق الوزير. العدل برأيي يحقق عن طريق القانون أولا والالتزام به، والأهم والأهم هو وجود قوة قضائية وقضاة مستقلون قادرون يعرفون بالقانون ويحكمون ضميرهم حسب القانون. والوزير حسب العرف والقانون هو لا يتحكم بالحكم القضائي كما يقولون ولا يتدخل بالقضاء، هو وزير الوصاية من أجل تنظيم القوة القضائية وليس من أجل التدخل في القضاء. فجعجع في هذا التصريح يرتكب خطأ أساسي إذا كان يعتقد أن وزيره يمكن أن يحق القانون أو يمنع القانون فهو مخطئ، لأن القوانين تتم عن طريق القضاة. حكومة الانتقام الوطني، حكومة الانتقام الوطني إذا كان البعض يعتبر هذا انتقام، ليس هناك انتقام، ولكن حكومة ترسيخ الخيار الوطني، هذا صحيح يجب أن نضعها يافطة كبيرة جدا. هناك حكومة ترسيخ قرار وطني مستقل، عندما يكون الجنرال عون والتيار الوطني الحر قادرا على أن يكون في هذه الحكومة بحجمه وقده وقضيده بشكل طبيعي فهذا حق له، وهو يشكل شريحة كبيرة. وبالتالي الآن أصبحت المشاركة واقعية إلى جانب حلفائي في المعارضة. أنا أعتقد أن الأمور بدأت تتجه إلى شكل سليم والقطار يسير على سكة سليمة. الحريري يحرق آخر أوراقه في ملف والده. يعني أولاً الحريري منذ استشهاد رفيق الحريري، سعد الحريري لم يتصرف لا على مستوى هذا الحدث ولا على مستوى سياسة والده خاصة في المسألة الوطنية، فهو وزع الاتهامات دون أي دليل، وهذا أربك الساحة اللبنانية والساحة الإقليمية مجاناً لعدة سنوات. ثم جاء اليوم التحقيق الدولي لكي يضع هؤلاء في الزاوية الذين اتهموا اتهامات باطلة. هو قال يوم أنه كان يتكاذب في العلاقة مع أهم طرف صادق اعترفت له المنطقة والأعداء قبل الأصدقاء، فهو وضع نفسه في خانة الكاذبين في علاقته مع أصدق الصادقين، فهو أيضا في موقف حرج، فهو خان والده وتيار والده وخط والده، هو خان الصدق والأمانة مع الصادقين بالتكاذب، هو تصور أنه يستطيع أن يتلكى في عملية المشاركة وأثبت أنه لا يعرف أن يقرأ لا الواقع اللبناني ولا موازين القوى اللبنانية، وإلا ما عدا حتى يصدر هذين القرارين عن الحكومة التي أديا إلى 7 أيار. ليس هناك إلا مجنون أو أعمى لا يعرف موازين القوى حتى يتخذ هذا القرار، فهو إذا كان في حال الجنون أو في حال العمى لا يصلح أن يكون من التيارات المستقبلية المستنيرة التي تدعي أنها تخطط للمستقبل وأنها تريد أن تقود شعبا. أقرب المقربين إليه اليوم مهما كان يحبه على الأقل يجب أن يقف دقيقة صمت ليسأل نفسه ما هذا القائد الذي يحسب كل الحسابات خطأ ويحيى سعد ويحيى سعد. عندها تكون المشاركة في الجرم يعني وقحة وذنب لا يغتفر. الشروط المتعاقبة
تقيد انطلاقة سليمان وتشل السنيورة. لا أعتقد أن هناك شيء اسمه خط سليمان، هناك عهد سليمان، وعهد أي رئيس جمهورية في لبنان خاصة بعد الطائف هو عهد مشاركة. رئاسة الجمهورية لم تعد كما قبل الطائف أن الرئيس لديه 80% من الصلاحيات فهو يحكم. اليوم الرئيس يشارك رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يشارك الوزراء بنفس المستوى، والقوة التنفيذية في لبنان هي لاتخاذ القرارات بشكل مشترك. وبالتالي جوهر المشاركة في هذه الحكومة هو أهم دعم لعهد الرئيس سليمان، وغير ذلك يكون باطل. هل أخطأ جنبلاط في احتساب نواب جعجع أم أخطأ الأخير في حساباته؟ لا، حسابات واضحة، 1+1 بيساوي 2، 5 نواب ما بيساوي 14 وما بيساوي 24 ولا 40. وبالتالي البعض كان يظن أنه مجرد ملء المساحة الإعلامية بنفس حجم ملء المساحة الإعلامية للتيارات السياسية الثانية أنه له نفس الحصة. وأنا أكثر من مرة قلت علينا أن نميز ما بين الواقع الواقعي والواقع الانطباعي. هم يخرجون على الشاشات وبالإعلام بواقع انطباعي للناس ويعتقدون أنه حققوا واقع واقعي، وهذا ليس له علاقة بالواقع، الواقع شيء آخر. وبالتالي عندما يأتي أحدهم ويصدق معه ويقول حجمك 5 نواب فبيطلع لك وزير وربع أو أقل، فبالتالي هو يكون صادقا. اليوم يعني عنده وزيرين، وزير بحقيبة ووزير بدون حقيبة، هذا تقريبا يساوي حجمه. جنبلاط لم يخطئ في حساباته مع القوات اللبنانية، والذي أخطأ في حسابات تقدير نفسه وهو حتى اليوم يعتقد يبدو أن حجمه أكثر مما هو، هو سمير جعجع. ولكن الناس تفهم، يعني غدا ستقف الحكومة، سيعد الوزراء، سيعرف كل حصة كل فريق، والأهم الأهم أن الانتخابات قادمة على الأبواب. في هذه المعادلة عندما يقرر قانون الانتخاب الجديد عندها ليس هناك محادل وبوسطات كما يقال لأخذ القوات اللبنانية حمل على الأكتاف معهم أو أخذ قوة أخرى معهم، وبالتالي يعود كل واحد إلى حجمه الطبيعي. إسرائيل تصادق على صفقة الأسرى الثلاثاء. نعم، صاغرة ومجبرة إسرائيل وافقت على عملية تبادل الأسرى، وكان هناك عمليات أسر كثيرة صار فيها تبادلات، وكان هناك آلاف الأسرى الذين حرروا، يعني معسكر أنصار كان فيه آلاف السجناء وحرروا، وهناك مئات المناضلين الفلسطينيين حرروا في داخل فلسطين. ما الفرق بين هذه العملية والعمليات الأخرى؟ أن هذه العملية هي لأول مرة تأتي بعد رفض إسرائيل تنفيذها وشن حرب شعواء من أجل عدم تنفيذها، ثم تعود إلى خانة الصفر كما قال السيد حسن أنه لو أتى العالم كله لا يمكن إلا أن يتم ذلك عن طريق مفاوضات غير مباشرة وتبادل الأسرى. فإذا هي تكريس للهزيمة الإسرائيلية، مثل ما بيقولوا المصريين فضيحة بجلاجل، يعني ما عاد أحد يشك أن إسرائيل قد ختمت ليس على الموافقة على التبادل، بل ختمت بالشمع الأحمر على حقيقة أنها هزمت هي ومن وقف وراءها، إن كانت الدول الصناعية الكبرى في سان بطرسبورغ عندما طالبوا بإطلاقهم مجانا، وإن كانت الدول القوى اللبنانية التي تآمرت من بداية الحرب وأثناء الحرب وكانت تفاوض نيابة عن إسرائيل بأن تزيد من الضغوط من أجل أن تستسلم المقاومة. فاليوم هذه الهدية لكل لبنان ولكل العرب ولكل الأحرار في العالم هي صفعة لكل هؤلاء الذين اعتقدوا خطأ أن المعادلة ممكن أن تركب ضد مصلحة المقاومة. المعادلات دائما ستكون لمصلحة المقاومة. صفقات تحرير الأسرى حرب بين قيم ومبادئ أساسية وبين احتياجات أمنية وسياسية. صحيح، المبادلة لها أبعاد عديدة عند الإسرائيليين. البعد الأول الذين يسمونه إنساني هو عمليا ليس إنسانيا، هو عملية الخوف. هو يعد كل جنوده أنه لا تخافوا، ذهبتم إلى المعركة لن أترككم. هذا ليس فقط إنساني، هذا له علاقة بإعطائهم دفعة من المعنويات، وبالتالي هو يعرف جنوده أنهم ليسوا كجنودنا. جنودنا يذهبون إلى الجنة ولا يسألون عن أحد إذا أعادهم أو لا يعيدهم، وبالتالي إذا أعادهم كان يعني كتر خير، وإذا ما أعادهم فهم قد أدوا واجبهم. أما جنودهم فهم يخافون من هذه. فالمسألة ليست أخلاقية، هي مسألة حسابات معنوية. اثنين، هي مسألة أمنية بامتياز. هذا التبادل بهذه المعادلة وهذه الأثمان هي عمليا ستقوي حماس في التبادل وستفتح الأبواب على كافة الاحتمالات. أضعنا ورقة المساومة، فهل بقي أن نغلق ملف رون أراد؟ أظن أن رون أراد ملفه قد انتهى، لا يجب أن تحلم إسرائيل أو تتأمل أكثر من ذلك. هذا التقرير الذي قدمه حزب الله رضيت به أم لم ترضى به لن يكون لديها أي إمكانية للحصول على أي شيء.
ملف الدبلوماسيين أنا أعتقد أن التقرير في الطريق، ولكن المعلومات التي رشحت حتى الآن هو غير مقنع، وبالتالي أعتقد أن إيران ستستمر في عملية المطالبة بهم وستجري تحقيقات واسعة. وخاصة العجب أن الولايات المتحدة لم تتحرك حتى الآن للمطالبة والبحث عن هؤلاء الدبلوماسيين الأربعة، في حين أنها أقامت الدنيا ولم تقعدها من أجل جنديين مسلحين وقعوا أسرا بيد المقاومة. الحزم في ردع العابثين، الأمن لا يكون بالتراضي. نعم، الأمن ليس بالتراضي، وبالتالي عندما نقول أن لدينا قوة أمنية وجيش وقوة أمن داخلي، علينا أن نعرف أن هناك متربصون بأمن هذا البلد، قوة خارجية وقوة داخلية وتنظيمات متطرفة، وبالتالي كل ما نملكه نحن من رأس مال في هذا البلد هو أمننا الداخلي وتعايشنا المشترك، وعلينا أن نحافظ على هذا. وإذا لا سمح الله ذهب الأمن الداخلي والتعايش المشترك، ذهب الوطن. ماذا عن قمة الإليزيه الثلاثية؟ هي قمة شكلية ولكن لها أهمية كبرى، لأنها تجمع فرنسا مع سوريا مع لبنان، وبالتالي المفارقة أن من عمل على إنشاء 1550 من أجل التفريق بين لبنان وسوريا هو الذي يعيد إلى تزويجهم مجدداً ويجمعهم في الإليزي ويبارك هذه المباركة. يبدو أن كان هناك رئيس عقله أعوج ارتكب هذا الخطأ تجاه لبنان لأسباب شخصية، وجاء الآن رئيس يعرف المعادلة في الشرق الأوسط فيجلس الموقف الفرنسي بأن يرعى هذه المصالحة بين لبنان وسوريا. الأسد، نحن من يستطيع قيادة عملية مكافحة الإرهاب. سوريا لديها تجربة، هو فصل في هذه المسألة، لأن الغرب يملك معلومات ولكن لا يفهم الديناميكيات للإنشاء، وطالما الإرهاب الذي يتحدثون عنه هو منشأه شرق أوسطي، فهذا يحتاج إلى دراسة تتعدى المعلومات، تحتاج إلى دراسة تعرف الإثنيات وتعرف الديانات والمذاهب وتفكير العشائر لكي تدخل في هذا النشيج وتعرف كيف توقفه. فالذي يملك المعلومة ليس بالدليل والكافي أن يملك الحل، وهذا هو جوهر حديث الرئيس بشار الأسد. هل ينجح ساركوزي في بيع السراب للعرب؟ جزء كبير من سياسة ساركوزي هي السياسة الاستعراضية، وأعتقد أنه لم يكن هو الوحيد الذي بيع سراب للفرنسيين، دول أخرى أيضا باعته سراب. يعني ساركوزي معروف عنه أنه قد جال من الصين إلى ليبيا إلى دول أخرى ووقع اتفاقيات بالمليارات. جيد هذا الاستعراض. معلوماتي أن 80% من هذه المشاريع لن ينفذ، وأن كثير من الاتفاقيات كانت مجرد الدعاية، وهو لم يحصل على الشيء المطلوب. استفادت بعض الشركات ولكن بحجم قليل أقل جدا مما أعلن، وبالتالي باع السراب لفرنسا قبل أن يسعى لبيعه إلى العرب. العرب هم أصحاب نظرية السراب، لأن السراب يظهر أكثر ما يظهر في الصحراء، عليهم أن يكونوا واعين لهذه المسألة وأن لا يقعوا في هذا الفخ. طهران اختبرت صواريخ بعضها يصل إلى إسرائيل. هذا ليس جديد، الصواريخ تصل إسرائيل منذ الاختبارات الأولى، 1800 كيلومتر كان موجود، الآن وصلوا إلى 2000 كيلومتر، يعني تصل إلى إسرائيل وما بعد إسرائيل كما كان يقال، حيفا وما بعد حيفا. ولكن هذه المناورات هي تأكيد على عزيمة إيران بأنها مستعدة للرد على أي اعتداء عليها، ولتذكر القيادة الإسرائيلية بأن أي عمل على إيران لن يكون نزهة، وبالتالي عليهم أن يعيدوا حساباتهم في أي عملية عسكرية. طائرات إسرائيلية تحلق في الأجواء العراقية تمهيداً لضرب إيران. هذا ممكن كمعلومة، وأنا أعتقد أن أي عملية من هذا النوع لا يمكن أن تتم إلا بموافقة الولايات المتحدة، ولذلك الموقف الإيراني أؤيده وأعتبره سليم بأن يقول أي ضربة إن كانت من إسرائيل منفردة أو من إسرائيل مع الولايات المتحدة مشتركة أو من الولايات المتحدة بدون إسرائيل، هي ستعتبر أن إسرائيل والولايات المتحدة شريكين في هذه المسألة، وسيكون الرد على كل ما له علاقة بإسرائيل والولايات المتحدة. قوات أمريكية خاصة تقوم بعمليات سرية داخل إيران لزعزعة نظام أحمد نجاد. هذا قرار من السنة الماضية خصصت له ميزانية 300 مليون دولار لزعزعة النظام، ولكن كما كل العمليات التي تقوم بها الولايات المتحدة فاشلة. نعم هناك عمل قيمة في بلوشستان أو منطقة كردستان، ولكن يدفع ثمنها أكثر من فعالياتها وستؤدي إلى فشل لن تصل إلى نتيجة.
أردوغان في بغداد شراكة استراتيجية. شراكة استراتيجية يمكن أن تكون بين العراق وتركيا، بين العراق وإيران، وأن من طلب الشراكة الاستراتيجية بالقوة من خلال احتلال العراق قد يخرج من العراق بدون شراكة استراتيجية. حماس تعلق مفاوضات إطلاق شاليط مسخرة ما لم تلتزم إسرائيل بالتهدئة. على إسرائيل أن تكون جادة في مفاوضاتها، لا تستطيع أن تتلاعب، وحماس تقود المفاوضات بشكل قوي، هي تفاوض ومن موضع قوة، وخاصة أن معها شاليط، وبالتالي على إسرائيل أن تقرر هل تريد تهدئة ومفاوضات تبادل جدية أم تريد التلاعب. ممكن لحماس أن توقف كل المفاوضات وتعود إلى المقاومة كما كانت. انتخابات قديمة في منتصف أيلول، هذا شيء متوقع بعد الفضيحة، هذا إخراج لائق لخروج أولمرت من الحكومة قبل ذهابه إلى السجن إذا كانوا أرادوا أن يذهبوا به، وإن لم يذهبوا به فإن صيته وسمعته قد أصبحت في الوحل، إن كان من خلال حرب تموز أو من خلال الرشاوة، فهو سيذهب من خلال هذا الإخراج الانتخابي. استذكار لحرب تموز الفاشلة، القدرة على التصدي لحزب الله محدودة. حرب تموز أثبتت أنه ليس هناك إمكانية لإسرائيل أو حتى من يقف خلف إسرائيل للقضاء على المقاومة، فما بالك عندما نسمع أن القيادة الإسرائيلية تقول أن المقاومة قد ضاعفت أضعافا من قدراتها، فهم الآن في حيص بيص، إن دخلوا حرب هم يخافوا أن يخسروها، وإن لم يدخلوا حرب فردعهم قد سقط، وبالتالي المعادلة ليست لصالح إسرائيل. وعندما نتحدث للأعراب أن يوطدوا أنفسهم على شرق أوسط بلا إسرائيل فهذا ليس ادعاء وليس شعارا، بل هو واقع الحال الذي يتحدث عن نفسه. يعني أكثر شيء أثر فيه في حرب تموز، أنا لم أفاجأ في المفاجآت، كنت أعرف كل ما هو محضر وأعرف أن المقاومة ستنتصر، وأعلنت أن مارون راس ستدخل التاريخ وعيت الشعب وبنت جبيل، وكنت أثق تماما بالمقاتلين وأسلحتهم، ولكن فعلا ما فاجأني هو عودة النازحين إلى الجنوب عندما صدر القرار، وهذه العودة الجبارة الباسلة هي التي قلبت الموازين القوى وقلبت 1701 رأسا على عقب، عوض أن يكون بند عودة النازحين آخر بند أصبح هو أول بند، وعندها دخلت القوات الدولية بإذن من شعب الجنوب وأهل الجنوب وليس العكس. اليوم كلياتنا كتلة واحدة، وزير بتيار المستقبل هو وزير لبناني إن كان مسلم أو مسيحي، ووزير بقوات اللبنانية إن كان مسلم أو مسيحي كمان هو لا تسمت 14 أذار، فلذلك نحن كنا قوى سياسية واحدة. يعني هو ضحكوا للدكتور جعجع لأنه قال له مثل ما بالمستقبل في مسلمين ومسيحيين، بالقوات في مسيحيين ومسلمين، هون ضحك دكتور جعجع لأنه بالقوات اللبنانية ما في إلا مسيحيين. ونحن بين القوات وبين تيار المستقبل مش قصمي. أما بهالموضوع أنا برأيي إيه مش قاسمين، الإمرة لتيار المستقبل والتنفيذ للقوات، وهذا مؤسف. وهنا ارتكبنا جميعا خطأ، أن عدنا جميعا، خلص اتفقنا، عدنا جميعا إلى قانون 60. لو اعتمدنا قانون النسبية الذي اقترحه الوزير فؤاد بطرس ربما لسمحنا لشرائح مسيحية وإسلامية أن تخرج من الاستقطابات الحالية من 8 أذار أو 14 أذار أو غيره، لكن خطأ ارتكبناه نتيجة طلب أقطاب الاستقطاب. جنبلاطيات، مع ما أنه ما أنا برأيي وليد جنبلاط ما بيقبل بالنسبية، هو عم بيقول أنه كان لازم نروح على النسبية، أنا برأيي ما بيقبل بالنسبية، لأنه هذا القانون بيخليه يضل متربع على عرش الشوف عليه، بس أي قانون نسبة بيصير في عنده شركاء بيشوفوا عليه.
لأنه النسبية تفرض عليه شركاء. هلا يمكن يقولوا لي التقدميين أنه كمان نحن منروح منشارك غيرنا بغير مناطق، أنا ما بعتقد. برأيي بصور الشراكة معهم عالية الشأن وشراكتهم في غير مناطق متدنية الشأن، مما يعني النسبية بتخسروا الأول الجنبات. وعادة قوانين الانتخاب كانت كلها لمصلحته خصوصي بالزمن السابق. أتمنى على حلفائي قبل أن أتمنى على أخصامي لو عادوا إلى روحية قرنة شهوان، كم كان جميل هذا اللقاء قرنة شهوان، وكنا آنذاك مجموعة سياسية تتخطى كل المذاهب والطوائف وتحدينا العالم من أجل السيادة والاستقلال. عدنا إلى الفئويات الصغيرة والمطالب الصغيرة. بنقول إنه هذا وليد جنبلاط يعني بده يتوقع القريب منه كف مرات والبعيد منه والبعيد عنه وردة ومعكوسة، ومرات البعيد عنه صاروخ موجه والقريب منه ضمة لدرجة العصر. أتحدث عن اللقاء الديمقراطي عدده 17، القوات عددهم 4 نواب، على الأقل هل تأخذ النسبية مع الاعتبار؟ صعب فيها إذا بقى نحكي بمجلس النواب، إذا عن خارج مجلس النواب. اتصلت بالأمس بالشيخ سعد الحريري وشخصيا عند السمع، عندما البعض يريد أن يأخذ السماعة أو يفتح الخط عند السمع أحيانا هناك نوع من الضباب ثم نعود إلى الوضوح. هذا وليد جنبلاط بيعصر مرات رفيقه ومرات بيتركه. هذا وليد جنبلاط، بدنا أنا الأوان أنه كل العالم تعرف أنه هذا وليد جنبلاط. وبالرغم من كل هذا وليد جنبلاط معادلة لا أحد يستطيع أن يهرب منها في التركيبة اللبنانية. أريد أن ألفت النظر إلى أنه تم استحضار واستعمال شعارات سابقة لـ 14 أذار ولا تليق بـ 14 أذار وبشعاراتها، ومنها العودة إلى لقاء قرنة شهوان الذي ألغى نفسه منذ 3 أعوام ونيف، كل ذلك من أجل التوزير. وأنا أظن أنه في ذلك إساءة لجمهور 14 أذار الذي أكد أننا نحن مسلمين ومسيحيين مجتمعين معا. أسوأ شيء عند الإنسان إذا أنت كارهني بتقوم بتقول نائب رئيس التضامن ما بيسوى، أمين عام التضامن ما بيسوى، وأنت بالك تقوص علي. أنا أؤكد أنه يجب إعادة تصحيح المسار في 14 أذار. ليك بدك رأيي، أنا برأيي تيار المستقبل بيطلع له نتيجة الانتخابات النيابية بيطلع له مسيحيين مش ما بيطلع له، ووليد جنبلاط بيطلع له. إذا بدنا نكون عادلين، أنا برأيي المشكلة اللي صار مع قرنة شهوان والقوات تيار المستقبل على حق، لأنه هو جاب النواب واللي عنده نواب بيطلع له وزراء، وعنده مسيحيين تيار المستقبل عدهم بتلاقيهم مبحبحين أكتر من عند القوات وأكتر من عند الكتائب. أنا برأيي بيطلع له وزراء، عشان هيك أنا عم بقول له للفريق المسيحي إنه أنت عمول نواب، وأنت قول إنه إذا بدنا نتحالف النواب بيكونوا من عندنا مثل ما النواب الآخرين بيكونوا من عند كونوا منتحالف. هلا بس إذا عنده نواب ليش لا؟ مش عيب إنه يكون في حدا مسيحي بكتلة زعيمة مش مسيحي، مثل ما مش عيب يكون في سني أو شيعي بكتلة زعيمة مسيحي. تيار الإصلاح والتغيير فيه شيعي وفي سني فيها، وزعيمة ماروني اسمه العماد عون، وفيها حسن يعقوب عباس هاشي، وفيها عاصم عراجي. لا مش عيب. الدكتور إبراهيم الشخص المطروح إن إجا تحت اسم القوات أو الكتائب أو أي اسم، هو شخصية ملتصقة بالقانون أكثر ما ملتصقة بالحزبيات. هلأ مفروض الدكتور جعجع يتشكر جزيلا العماد عون، لأنه لو ما إصرار العماد عون على استرداد الحقوق في الحقائب المسيحية ما بيقدروا مسيحي السلطة ياخذوا حقوقهم. كان غطاس خوري وزير، وكان ميشيل فرعون وزير. فإذا إن معاندة بالحق للعماد عون هي اللي عم بتخلي مسيحيي فريق الموالاة ياخذوا حقائب دسمة، وإلا كنا بنرجع على السياحة وعلى الصناعة عندهم عند مسيحيي الفريق السلطة.
للضعف لا مكان للذل. هيهات إن الذل. هي المقاومة هي مقاومة لبنانية محدد أهداف. الثاني الحاكم أو ما يعرف بفريق الموالاة كان شريكا كاملا في قرار الحرب، في الإعداد للحرب، في مواكبة الحرب سياسيا وميدانيا، وبالتالي في الهزيمة التي منيت بها إسرائيل في هذه الحرب. في ناس أخطأوا برهانتهم السياسية، أخطأوا خلال حرب تموز وأخطأوا ما بعد حرب تموز وصولا إلى
إلى 7 أيار 8 أيار، كانوا دائما عم يخطئوا بالرهانات على الخارج وعلى أنه يمكن إحداث تغيير بالاستناد إلى موازين قوى بتأمنوا الإدارة الأمريكية وبتأمنوا تغطية وبتأمن تغطية لحرب تموز، وعلى بهالأساس هذا الفريق يمكن غشوا الأمريكان، يمكن قالوا له أنه مثلا المقاومة نحن بنقضي عليها بأسبوع وبالتالي أنتوا لازم توقفوا إلى جانبنا. المعلومات باتت الآن منشورة ومتاحة لكل من يريد أن يطلع عليها. زيارة وليد جنبلاط إلى واشنطن تزامنت مع زيارة سعد الحريري في فترة قريبة، وكليهما قبيل إحياء ذكرى 14 شباط 2006 التي شهدنا فيها كلاما عالي السقف بحق المقاومة وبحق سوريا والحديث عن حرب آتية. وبعد شهرين وليد جنبلاط بق البحصة كما يقال، سئل أين أصبح الحديث عن التغيير في سوريا وأنتم تحدثتم عن حرب قادمة، فقال لقد خدعنا، إن النظام العربي لا يريد تغييرا في سوريا والمجتمع الدولي متهيب من التغيير في سوريا. وعندما سئل ستيفن هادلي مستشار الأمن القومي من قبل مارتن أندك الذي كان مسؤولا عن ملف الشرق الأوسط في فترة سابقة ما الذي حدث مع وليد جنبلاط، قال لقد سألنا عندما كان هنا في واشنطن هل تذهبون إلى حرب مع سوريا، فأجبناه بالإيجاب لكننا لم نكن قد اتخذنا قرارنا. سأله أندك وكيف فعلتم هذا، قال لأن تجربتنا مع أمين جميل عندما كان رئيسا للجمهورية عام 82 جاء في صيف 83 إلى واشنطن وسأل الرئيس ريغان هل أنتم ذاهبون إلى حرب مع سوريا، فأجابه بالنفي وكانت هذه هي الحقيقة، فسبقنا أمين جميل إلى سوريا. لو فعلنا الشيء نفسه مع وليد جنبلاط لسبقنا إلى سوريا. في مواقف كانت كتير مسيئة فصل تلامس حدود الخيانة ببعض المواقف، بلحظة معينة كانت هاي المواقف قاسية جدا وعم تخدم شيء يعني بشكل أو بآخر ما تريده الإدارة الأمريكية وما يريده الإسرائيلي. ومع ذلك نحن إذا بدنا نطلع للمستقبل بدنا نبني وطن، بدنا نحن نفترض أنه هؤلاء قد تعلموا الدرس جيدا من خلال رؤيتهم أنه لا الإدارة الأمريكية بتفيدهم ولا غير الإدارة الأمريكية بتفيدهم، إنما فقط أبناء وطنهم. تقرير هام جدا صدر عن مركز هرتزليا للدراسات الإسرائيلية يقول إن القرار بمعاقبة العماد عون أخذ في حرب تموز وفي قلب حرب تموز، وأجمع الأمريكيون والأوروبيون والعرب الذين يتعاطون معهم مع جماعتهم في لبنان بأن المحرمة الأساسية يجب أن تكون في الفترة القادمة هي عدم التعاطي مع العماد ميشيل عون، لأن تحالفه مع حزب الله وفر له حماية ظهر المقاومة. بالسياسي بقول انه العماد عون بوقتها كان عم يوقف مع لبنان وقال نستهدف السني بلبنان ونستهدف استهدف الشيعي بلبنان ونستهدف المسيحي بلبنان، موقفي رح بيكون هذا هو موقفي مع لبنان. هل ممكن احد ان يكون ضد بلده ضد ابناء بلده وضد سيادة بلده؟ وهل السيادة انتقائية؟ هل تجوز السيادة بوجه دولة ولا تجوز بوجه دولة اخرى مثلا؟ وبالتالي كان عم يطالب بالحل السياسي، والرسالة اللي وجهها للمجتمع الدولي اللي كان بطريقة ما داعم إذا بدك هذا العدوان على لبنان، الرسالة اللي وجهها أنه الحل بمنطقة الشرق الأوسط هو حل سياسي، ما بحياته الحل رح يجي لا بالقوة ولا بالقهر ولا بانتهاك حقوق الدول وسيادة الشعوب. بحرب تموز صراحة اللي أبدأ التيار الوطني الحر واللي تحديدا الجنرال عون كان يعني فوق التصور، يعني فوق التصور، يعني احنا كنا متصورين بحد ما الأمور بتركب مع الجنرال، لكن الموقف اللي أخذه الجنرال بلحظة صعبة جدا وحرجة جدا في الحرب هو موقف
تاريخي حاسم، لأنه بهذيك اللحظة كانت بأول فترة الحرب كان هناك يعني من كل أنواع الاستخبارات العالمية عم توصل وبتورد وبتحكي وبتبعت أنه في هناك حرب إبادة على حزب الله، وفي اتفاق دولة وبعض الدول العربية ذات الصلة، أنه كلهم عم يحكوا وعم يبعثوا تقارير أنه بدنا خلاص هذه المرة إبادة لحزب الله، أنه في اتفاق. بالتالي كان هناك رسائل كثير للجنرال أنه يجب أن تخرج من هذا المركب، أنه نط من هذا المركب الغرقان، مركب العلاقة مع حزب الله، وخذ موقع خاص لك لأنه القصة انتهت. وكان في ضغط كتير كبير من السفراء وغير السفراء، وكلهم عم يحكوا معه بهذه اللهجة، وأنه عم تجي كل التقارير بهذا الاتجاه. قيمة موقف الجنرال بهذا الموضوع أنه يعني أسقط كل الحسابات الشخصية وأسقط كل حسابات الربح والخسارة الخاصة بهذيك اللحظة، لأنه بهذيك اللحظة كانت الضاحية عم تنقصف، الجنوب عم ينقصف، الطرقات عم تنقصف، كل شيء كان عم ينقصف. وبالنهاية كانت واضحة الصورة، اللي بده يشوف أنه بده يحقق مكاسب سياسية لازم يروح عند الطرف الآخر، مش يوقف مع المقاومة. اللي عمله الجنرال عون أنه أخذ موقف كتير وطني كبير. نحن لما زرناه وعم نحكي يعني أول شيء طلع على الوضع الميداني وقال أنه منيح هذا الوضع منيح، وأنه الشباب إذا بيضلوا هاك وبيقاتلوا ما حبيقدر العدو الإسرائيلي، لأنه عنده قيمة راسخة عنده وبيؤمن فيها أنه لا يمكن للعدو أن يقاتلنا في أرضنا وينتصر، نحن حننتصر على العدو. هذه أول قيمة أساسية فعلية حددها الجنرال. المسألة الثانية، فعلا نحن كنا ملبكين بموضوع الموقف السياسي، غير قصة أنه لهذا الموقف السياسي، أنه شو بدنا نعمل بهذا المسألة، أنه شو بدنا نحكي مع الجنرال، شو ممكن الحيز اللي ياخذه. أنا فاجأني فعلا بكل من الكلمة معنا لما حكينا، قالنا أنتوا من أنا بنحكي بالوضع السياسي، فقال أنه موضوع الموقف السياسي علي، روحوا أنتوا قاتلوا ربحوا المعركة، أنا موضوع سياسي اختار الموضوع السياسي على المقاومة علي. وبالفعل هذا ما جرى، لأنه موقف السياسي اللي أخذه الجنرال نقل المعركة من مكان إلى مكان، لم يسمح للإسرائيلي ولا للإدارة الأمريكية أن تستغل الداخل اللبناني للانقضاض على المقاومة، أمن المساحة الفعلية الأساسية بالساحة اللبنانية للمقاومة اللبنانية أن تقاتل الإسرائيلي وهي مرتاحة الظهر. أول شيء احتضن الناس، غطى الموقف السياسي، احتضن معظم الجمهور وشريحة أساسية من الجمهور تاع المقاومة احتضنوا، اللي كان نازح من الجنوب وغير الجنوب احتضنوا، وبالتالي أجبر الآخرين من خلال تصرف وسلوك السياسي بهذا الاتجاه أنه أن يتماشوا معه، لأنه ما عادوا قادرين ياخذوا موقف تاني يضايق الناس أو يضايق المقاومة. فبالتالي وهذا الخيار أخذوا بلحظة سياسية، كانت الأمور إذا بدنا نقول أنه بالنسبة للآخرين هي ليست في صالح المقاومة، إذن أخذ موقف وطني كبير، عمل فعلا جسد فعلا شراكة سياسية وشراكة وطنية، وجسد قيمة فعلية لموقف سياسي يعتبر من أهم وأعظم المواقف السياسية التي كانت يعني جزء من معركة هزيمة العدو الإسرائيلي بحرب تموز. يعني لو ما هذا الموقف وهالتضافر القوة هاي كلها ما كنا احنا قدرنا نتصرف. بتذكر بحرب تموز 2006 عندما أصبحت مواقف العماد ميشيل عون بوقتها يعني محط أنظار محلي ودولي في ليلة من الليالي اللي صار فيها تهديدات كتير كبيرة إسرائيلية، وانحكى بضرب مواقع ويعني استهداف كل من يعني يحالف أو يقول إنه هو ضد إسرائيل أو مع حزب الله أو يؤيد إذا بدك المقاومة بهذيك المرحلة بأي شكل. وبالتالي ليلتها بهذه الليلة اللي طلع فيها تهديد، بتذكر كنت أنا موجود بالرابية وكان البيت يعني تقريبا شبه خالي إلا من العماد عون وبعض المرافقين يعني طبعا حرس. بالتالي بطلش تسي هالأخبار، سألته قلت له شو رأيك يعني هاي التهديدات؟ قال أنا موقفي وموقف مبدأ بتاريخي وأنا بحياتي كلها ما تعودت إلا أخذ هذه المواقف اللي أنا بقتنع فيها. وبالتالي أنا بعتقد أنه هذا
مسار وطني ولبناني، وشو مسار واستهدفنا ولا لم نستهدف. بعتقد هلأ عم ينكتب تاريخ لبنان، وعم ترجع تتأمن الوحدة الوطنية بلبنان بشكل حقيقي، وتحديداً بهالنهار بهالليلة بعد سهرة طويلة. تاني يوم الصبح سمعنا بالفجر قصف الجسورة بكسروين المجبال، وحكي انه كانت المستهدف، لان كنا نسمع هدير الطيارة، بعدني بتذكر طيارة تسمى بالامكا فوق البيت، وكانت ليلتها بشكل متواصل، وكنا عم نربط بين هالامور كلها سوا. الجنرال كان يمكن باروق ما باهدى حالة، وهيك هو بكل الحالات العصيبة هيك يتحول الجنرال عوف فورا بكل هدوء بكل أعصاب باردة. وبالتالي تاني يوم بعتقد نحكى عن تحويل الهدف من الرابية إلى الجسور كأنذار أو يعني تهديد مباشر. في شغلة كانت مميزة بحرب تموز، مستوى إيمان الناس بقدرة المقاومة. هذه مسألة منا سهلة، وهذه المسألة ما عم بحكيك بعد ما خلصت الحرب وانتصرت المقاومة، لا، عم بحكي أنا بالمعركة. لما كنت بقلب المعركة كان في الناس مطمئنة أن المقاومة بدها تربح وتساند المقاومة برغم من كل الخسائر، لأنه نوع القصف الهمجي اللي قصفه العدو الإسرائيلي له علاقة بأنه كيف يمكن أنه يصير فيه انفكاك بين المقاومة وبين الجمهور، من خلال أنه عم بتدمر أرزاقهم، بتدمر بيوتهم، بتدمر هذا، عم بيروح شهداء من المدنيين، قطع طرقات إلى آخره، تضييق عايش عليهم بكل الوسائل. لما بلحظة الحرب تصبح القيمة الفعلية، مش القيمة المادية، قيمة الكرامة الإنسانية، الكرامة الوطنية، الناس بهذيك اللحظة كان عندها انه عزتها وكرامتها اهم من كل شيء. فلذلك كانت تقول، يعني كان التعبير هو المجاز، انه فدا اجر السيد حسن وفدا المقاومه، انه نحن مستعدين نقدم كل شيء، المهم ان يبقى رمز عزتنا قائم وان لا يهزمنا هذا العدو. وهذه ميزه انا برايي هائله تكرست، يعني تكرست بعد يعني حرب تموز، ولمسناها بتعاطي الناس حتى مع الامور، مع البيوت المهدمه، مع كل شيء.